رد بقى يا عبد العزيز رد. مش عارف انا مين ورا الموضوع ده. احنا صدقني نفتح هنقفل تاني. حيوان شبر وبكر عشان يقعدوا عشان ادور على عبد العزيز. لازم نشوف حل في الموضوع ده. مين عمل كده بس؟ مين عمل كده في الاسعار؟ احنا ما صدقنا نفتح هنقفل تاني. يا ابني شقه ايه اللي بتاعها؟ هو انت امبارح تقول لي عايزين نشتري شقه والنهارده عايز تبيعها؟ هو احنا حالتنا غير الشقه دي والمعرض والعربيتين والقرشين اللي مدورينهم في السوق؟ مفيش شقق تاني يا عطيفه. انا بامر الله هسكنك في فيلا. يا ابني وطي الهباب ده مش عارف اتكلم مع تيتا. حاضر يا عم ما تزعقش. الله انا شامم ريحه خير ياما. امشي ورا احساسي. تمن الشقه على القرشين اللي في السوق هندورهم في مصلحه اكبر وبامر الله هنقب تاني. ما احنا الحمد لله يا ابني. هو احنا غرقانين يا ست؟ حد يقول للفلوس لا؟ انا ما بقولش للفلوس لا، انا خايفه عليك انت. الاول كنت داخل السوق بصدرك عشان كنت بطولك ما عندكش لا عيل ولا تيل. دلوقتي انت عندك ابنك ربنا يخليهولك، والقرشين اللي بيطلعوا من الشقه دول بره غدر السوق مضمونين يعني. والبلد اليومين دول اديك شايف على كف عفريت يا ابني. يا ستي خلي الباب موارب. انا عايزك يوم ما تبلغ السكان ان احنا احتمال ننقل الشقه اخر الشهر. ايوه جاي. ايوه يا تعالى. كسرت التليفون عليك رن، ما بتردش على التليفون ليه يا اخي؟ ليه في ايه؟ في كوارث بتحصل في الشارع. كوارث ايه؟ السوق بيضرب الاسعار، واضح ان في ناس قاصدين يحرقوا لنا البضاعه بتاعتنا. ليه؟ ما اعرفش، السوق كله نزل له البضاعه ما عدا ثلاث اربع محلات واحنا منهم. يا سلام عليك يا سهير وعلى علاقتك. لا صحيح، اهم من الشغل ظبط الشغل. ويا ريت عاجب. تعرف يا شعله؟ عن اللي زي هم اللي حظهم قليل في الدنيا او النعمه. عيني عليا. ليه بس كده يا حبه؟ وليه الرنه الحزينه دي؟ اصل اليومين دول طليقي عمال يحوم حواليا خنقني في عيشتي. وعايز ايه منك؟ هو كده كل ما يضربه السلك ويلاقي نفسه معهوش فلوس يجي يهب عليا وبيقول لي لو شفتك في الشارع هكب على وشك ميه نار. او النعمه حقه مني وحدانيه ومانيش راجل يحميني. مين ده يا بت؟ انا عليا الحرام مين اجيبهولك متعبي هنا في شويه تحت رجليك يا حبي. تسلم يا شعله. بقول لك ايه يا حبي؟ قول. انت هتكتب عليا امتى؟ هكتب عليكي؟ هكتب عليكي بصباع الرز ده بحبك. استنى استنى موبايلك هيرن دلوقتي. لا ما خلاص ما انا قفلته. مين اللي خبط ده يا بت؟ ها؟ تلاقيه بتوع الكهرباء. كهرباء؟ كهرباء بالليل يا سهير. انت بتخونيني يا سهير؟ ما بخونك ايه بس؟ امال مين اللي بيخبط؟ قومي قومي تحت الباب. ادينا هنشوف ادينا هنشوف مين اللي بيخبط. هدومك اسود. ليه بس اسود ليه؟ عدى قدامي. حاضر حاضر يوه. خليك انت هنا. انا رسول. ايه؟ نعم زكريا. زكريا مين؟ استني بس. في يا عم زكريا؟ اللي في ايه يا عم زكريا؟ دي اللي همك قوي في كل خير حالتها، في ان الدنيا مقلوبه عليك وانت رامي نفسك هنا. مقلوبه ايه وبتاع ايه؟ انت عرفت المكان هنا ازاي؟ يا سلام، هي دي اللي همك قوي؟ عرفت ازاي؟ رحت لاخوك اسال عليك. قال لي انك انت مرافق رقاصه واحد بس. يا بنت يا عم زكريا بس. عم زكريا يعني. مين دي؟ خليك معايا انا بس يا عم الحاج. واخرة الفيلم ده ايه؟ اخرة الفيلم ان شارع عبد العزيز كله مقلوب، التجار بيحرقوا علينا بضاعة. خليك معايا انا. عبد العزيز اخوك دماغه بتلف، بيلف حوالين نفسه بيدور عليك، وانت قافل تليفونك. قافل تليفونك ليه عايز اخرج؟ خلاص بقى هو تحقيق اتكل انت عليا وانا هاجي وراه. مش في ناس عايزين؟ خلاص استناني تحت وهاجي وراك. استنى يا حبيبي. بس يا بيت عم زكريا ده المصلحة تبوظ. يلا يا ريس بقى. خلاص بقى يا ابو حنين. ايه وفي 60 داهية يا شعلان
روح يا اخويا زكريا بتاعك. طب اخد الموبايل والسجاير. غور خدهم. سوري يا حب ان انا شكيت فيك. ايه اللي انت بتعمليه ده يا سماح؟ ما تردي. مبدئيا كده انا حره اعمل اللي انا عايزاه، بس انت بتقصد ايه بالظبط؟ السعر اللي بتبيع بيه البضاعه. ماله، ما السوق كله بيبيع بيه. انت كده بتحرقي عليا. وانت حرقت قلبي. جايبه البضاعه دي منين؟ وانت مالك؟ عايز تشاركني؟ انا ممكن اشاركك. اشاركك بأمارة ايه؟ بحبك. هابك بورس هو اللي يحب حد يوقعه؟ وانت يا اخويا ما قدرتش على السوق كله جاي تتشطر عليا؟ ما انا من السوق ما بيعش بالسعر ده. هخليك تبيع بالسعر ده. هجيب لك كل اللي انت عايزه، هجيب لك بضاعة. هخليك تشتغل. بس انت حل بقى ونفسك. ايه؟ مش وقته ولا مكانه؟ هو ده انت على طول مش وقته ولا مكانه؟ امتى؟ فين؟ ارحميني. ارحمني انت. يا رب الراجل ده مش طايقني ليه؟ ده كل الرجالة هتموت عليا الا هو. اسمع بقى يا هندين، اللعب اللي انت بتلعبه ده ما يقعدش معايا. لعب ايه يا عم؟ احنا جايين نلعب ولا جايين ناكل عيش؟ مين بيديك بضاعة؟ مش انس؟ انت مالك؟ السوق مفتوح للكل، ما بيقولش لحد لا انس ولا غير انس. وبعدين انت دماغك ناشفة، السوق ليه قوانينه، والراجل جالك لغايه عندك. انت مش عايز بقى، لازم تبقى جزء من السوق. طب ما انا جزء من السوق يا حبيبي، بس عمرنا ما شفنا الاسعار دي. دي مش اصول يا معلم قنديل، احنا عايزين ناكل عيش. وانا عمري قصرت معاك في حاجه؟ وطول عمرنا بنعمل احلى شغل مع بعض، لكن نعمل ايه بقى؟ وفي مثل بيقول لك ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. انا ما عملتش معاك اي حاجه، بس انت هنا مش عايز تفهم القوانين. يعني كلكم خلاص بقيتوا نص وانا الوحيد اللي حمار مش فاهم؟ ماشي، على العموم انا فهمت. فهمت يا انديل، فهمت اللي انا عايز افهمه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كل ده عشان قوانين؟